تقريبا كاين 90 برلماني فرنسي انه طلب من ماكرون باش انه يمشي في اتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، ومشى قال بانه هذه المجموعه كامله ديال البرلمانيين بانه وقع خطا ديال فرنسا لما مشات مع الجزائر. اليوم فرنسا شناها ثلاثه ديال المستعمرات ديال فرنسا طاحت في ضربه واحده. كنهضروا على مالي، كنهضروا على بوركينا فاسو، كنهضروا على النيجر، هادو فرنسا كانت حاضره فيهم بقوه، باقي عندها مستعمره واحده. شكون هي؟ باقا مستعمره، شكون هي؟ هي الجزائر. غيقول لي شي واحد مين جتي هاد المعلومات؟ غنقول لهم رجعوا، الجزائر لحد الان مازال ما استقلتش، رجعوا للموقع ديال الامم المتحده وشوفوا شكون هي الدول، شكون هي الدول اللي استعمرتها فرنسا وخرجت منها. غتلقاو بانه كاين جميع الدول اللي خرجت منها فرنسا الا الجزائر. هاد راه كنهضر بحجه كاينه، يمكن لكم ترجعوا بالحجاج، ترجعوا للموقف ديال، ترجعوا للموقع ديال 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 الامم المتحده. انا هنا غادي نعاود نرجع لهذه المساله مزيان، غتلقاوها هنا. ها هي هنا هذا الموقع ديال الامم المتحده، ما غاديش يبان مزيان هنا، ها هو الموقع ديال الامم المتحده وفيه الامم المتحده وانهاء الاستعمار، ها هو هنا. وغترجعوا تقلبوا هنا غتلقاو مثلا دول، غتلقاو فرنسا، ها هي هنا فرنسا. غتلقاو مثلا شكون الدول، غتلقاو تونس، غتلقاو المغرب، ودايرين المغرب استقل تحت اسم المغرب. هنا اولا هذه المساله كتبين بان فرنسا لحد الان مازال موجوده في الجزائر، وان الجزائر ما كانتش هنا، ما كاينش شي حاجه سميتها الجزائر هنايا. ها هي تونس استقلت تحت اسم تونس، وقلنا ثاني راه حنا هو التطوط مع الامم المتحده. ها هي هنا الامم المتحده قائمه بالاقاليم اللي كانت سابقا انها كانت تحت الاستعمار الفرنسي. اذا هنا فقدت ثلاثه فرنسا وبقات الان الجزائر. وهنا كنعرفوا النيجر شنو وقع فيها، الصراع بين من؟ الصراع بين روسيا وبين الدول الغربيه. هنا الصراع بينهم، بين روسيا والدول الغربيه. هنا فرنسا واش غتفقد هذه المستعمره الاخرى اللي هي الجزائر ولا لا؟ مازال ما مازال الامور غتبان خلال الايام المقبله. ولكن حنا بالنسبه لنا بغينا نشوفوا حنا كمغرب، المغرب المملكه المغربيه الشريفه، كيفاش ان الفرصه هي مواتيه باش تزيد ضغط على فرنسا. بمعنى الان فرنسا ما بقاتش عندها حلول، خاصها تجي ترجع دير العلاقات مع المغرب، ولكن عن طريق واحد الاعتراف قوي. العلاقات راه كاينه الان، ترد العلاقات طبيعيه، ولكن بواحد الاعتراف قوي بمغربية الصحراء. هذه النقطة الأولى. الجزائر المشكل ديال الحدود، الآن الحدود عندها كلها مشتعلة. هذه فرصة بالنسبة لنا حنا. الآن النظام العسكري ضعاف، وأنه راب النظام العسكري، بمعنى راب راسه، بهذه العبارة هذه. هذه فرصة لنا حنا باش أننا نخرجوا لفرنسا مرة أخرى، نخرجوا لفرنسا. ما بقيناش فقط هنا، ما بقاش غير القضيه انها تجي تعترف بالصحراء المغربيه، تجي ايضا وتحدد بانها كانت مسؤوله على قضيه القضيه ديال الصحراء الشرقيه المحتله اللي عطاتها الكبرانات. هذا حتى هو موضوع الان خرج بهذا النقاش هذا. ثم اننا نحاولوا نشوفوا الوضع فين جاي وسط هذه المساله كامله. البوليزاريو فين غيصد وسط هادشي كامل؟ بوليزاريو فين غيصد؟ النظام العسكري الجزائري كيري باش يكون واضح، هذه هي الضربه الاخرى ليه. والصراع غيكون داخل الجزائر ما بين روسيا وما بين فرنسا، وفرنسا كتامن بواحد القضيه كتسميها الارض المحروقه. الا كانت غتغادر الجزائر غتحرق كل شيء، غتغادر الجزائر. وانا كنتوقع بانه خلال الاسابيع المقبله غادي يخرجوا فرنسيين، غادي يخرجوا جزائريين اللي هازين الرايه ديال فرنسا، وغيخرجوا الجزائريين اللي هازين الرايه ديال روسيا. تفضلوا الاخوان الكلمه لكم. انا اذا سمحتي لي يا دكتور بغيت نعمل واحد تدخل سريع باش نعطي شنو هو المراحل المهمه اللي عرفتها العلاقات المغربيه الفرنسيه. تفضل سي نور الدين، تفضل. باش نعطي واحد الفكره للمستمعين يعرفوا شنو هو المراحل اللي عرفتها العلاقات. بدات العلاقات بين فرنسا والمغرب في القرن السادس عشر عبر بعثه دبلوماسيه
ارسلها الملك الفرنسي اللي هو فرانسوا البرومي في المغرب، وفي القرن التاسع عشر بينت فرنسا على الاطماع ديالها والرغبه ديالها في التوسعيه في شمال افريقيا، وهكذا دخلت في مواجهه مباشره مع الامبراطوريه الشريفه. وبعد عده ازمات دبلوماسيه وعسكريه بين البلدين، قررت فرنسا اضافه الى اسبانيا الدخول الى المغرب عن طريق الحمايه، مع بقاء السلطان في منصبه وتفويض السير الاداري والعسكري للقوات المستعمره. نذكر بان المغرب واللي كان خاضع للنظام فيشي سنه بعد الهزيمه 1940 رفض تطبيق القوانين المعاديه لليهود، وهذه مرحله مهمه. وفي سنه 1944 تم توقيع وثيقه المطالبه بالاستقلال اللي رفعها لحزب الاستقلال. وبعد خروج فرنسا من حرب الاندوشين وبدايه حرب الجزائر، فضلت فرنسا باش تبدا المفاوضات السياسيه مع المغرب مع تونس. وهكذا في ثاني من شهر مارس 1956 وضعت نهايه الحمايه الفرنسيه على المغرب، وكذا الاسبان مع الاحتفاظ الاسبانيه بالسيطره على الاقاليم الجنوبيه للمملكه. ونذكر بان مع وصول اليسار الفرنسي للحكم بفرنسا على يد فرانسوا ميترو، واللي قرر بان يحافظ على موقف التوازن بين المغرب والجزائر حول قضيه الصحراء المغربيه. وهذا الموقف اللي خداه فرانسوا ميترو هو الموقف اللي قامت تشبت به فرنسا الى يومنا هذا، هو اللي غادي فيه. ونذكر بان التقارب وعمق العلاقات التاريخيه المغربيه الفرنسيه تتفسر نوعيه العديد من الروابط والتبادلات بين سكان البلدين. العديد من المغاربه لا زالوا يهاجرون لفرنسا الى يومنا هذا، تيمثلوا 12% من عدد الاجانب بفرنسا، وثاني اكبر جاليه اجنبيه